الأمن والدفاع البرلمانية إلى الموصل جاءت ضمن وفد من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إلا أنهم لم يشاءوا مغادرة المدينة دون التطرق إلى أوضاعها الأمنية. فالأعضاء نفوا بعد لقائهم وجهاء وشيوخ العشائر ما يتم تداوله من أحاديث خلال الفترة الأخيرة عن عمليات تجنيد تجري لإنشاء جيش حر في الموصل. تغيرت الصورة كثيرا، حيث وجدت أن الأمن مستقر، وما يشاع على أن هناك تدريب وهناك جيش عراقي حر وهناك سيارات مفخخة. الحقيقة هذه الصورة سأنقلها إلى لجنة الأمن والدفاع وإلى أخواني في مجلس النواب، وأن الصورة في الموصل حالة حال بغداد وحالة حال المحافظات الجنوبية. ورغم اتفاق شيوخ عشائر الموصل ووجهائها على الترحيب بزيارة وفد كتلة الأحرار، إلا أن البعض منهم اعترض على التوقيت، فيما استبعد آخرون أن تكون وراء الزيارة أي دوافع انتخابية. قسم قد يجوز يقول أنه هناك قربة الانتخابات والعديد من الأمور طبعا، ولكن أنا أرى غير ذلك. باعتقادي أنها تكون إن شاء الله زيارة ميمونة وتوحد مأهول ومقبول بالنسبة لبقية الشعب العراقي. زيارة بمحلها ولو متأخرة، زيارة المفروض تكون قبل الوقت. وبحسب أعضاء كتلة الأحرار الزائرين للموصل، فأن الزيارة جاءت للتأكيد على أن العراق واحد ولا مجال للتفريق بين مكوناته، مؤكدين أن زيارة مماثلة إلى المدينة ومدن عراقية أخرى سيقوم بها أعضاء كتلة الأحرار خلال الفترة المقبلة.